السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أشطاري مع العطاري. حلقتنا اليوم بعنوان واش المغاربة كيفهموا وكيتعاملوا برومانسية. برومانسية راه عند الغجر، الغجر ما عندهم حتى دين. ما كتعرفش الغجر؟ شوف فين جاوب. ناري ناري. واجي اجي واقول لي ما كتعرفش الغجر؟ واقول لي ماشي الغجر. تولي على ولاد البلاد غنوصلوا الغجر. واش المغاربة عندهم رومانسية؟ انت ملي كتهضر واش كتعرف؟ خاصها تكون عندهم رومانسية. كاينين المغاربة اللي عندهم رومانسية. شنو هو الدليل ديال أن المغاربة عندهم رومانسية؟ الدليل راه مشيتي يلا كوت دابا راه كتلقى الناس كيخرجوا تما كيتبحروا كيتساراو وجالسين حدا البحر قيوات وداكشي زوين. هذيك هي الرومانسية. كتكلم عربية شوية؟ شتينوا كيفاش الحب بيناتكم؟ كيفاش كتبغي؟ ديت كازابلانكا. Very beautiful. جدا من كازابلانكا. غديها من كازابلانكا غديها. طب زردان رمزية شنو هو؟ عندهم رومانسية، عندهم بحال نقول لك مخدرة واحد شوية. مخدرة باش بلفت؟ نو. واش خاص الواحد يرجع لداك الشيء اللي كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم، المعاملة ديالو مع المرأة ويقرا ويعرف عاد يعرف بحق المرأة ويعرف كيفاش يتعامل معها. كاينة موجودة عند الهنود ماشي عندنا حنايا. عند الهنود. رومانسية هو أصلا خاصو يكونوا هذوك دي زاموغور، خاصهم يكونوا أصلا هما بيناتهم خاصها تكون واحد الغولاسيون زوينة. عاد ديك الساعة كتولد الرومانسية. لا ما تصورناش ما تصورناش. لا لا صافي. ما تصور ما غاديش تصورنا. لا ما غاديش تصور. وما تصورناش هو ما يصورناش هذا الواحد حتى انا عندي ماتش قولي لي واش المغاربه عندهم مع الرومانسيه؟ لا ما عندهمش معها. انت رومانسي؟ انايا امراشي كنهضر معاها كلام زوين كنجيب لها شي هديه شي حاجه زوينه. واعد والله الرومانسيه هي الحب بين شخص ومراه وراجل. وانت كتعيش الرومانسيه؟ لا ما كنعيشهاش. كان رومانسي ديال الماكله كرمتي ديال الحب اللي قلت لك دابا راه علاقه بخير الحمد لله حنا مزوجين عايله ما كتقول ليها والو ها ما كتقول ليها والو لا. الانسان تغير حتى هو دابا كتصيفط له ميساج عاود ما تقول له توحشتك كتقول لي جيب لي كوش هذاك الشيء اللي كاين. عندي واحد الحاجه في القلب ديالي هي اللي كتقول لي بانك نشارك رومانسي شويه وشويه مع عندك هنا في القلب ديالي الداخل واحد يتعامل ما كاينش حاجه سميتها رومانسي الواحد خاصو يعرف يتعامل ولا باس ديال لاغولاسيون هي الاحترام. هذاك الشيء كاع ما كانت حتى بكري كاع هذاك الوقت كنا كان جواز الطيعه مع بعضياتنا طايعين وليدي ولدنا وليداتنا كبرناهم تزوجوا بنيه تزوج الوليد راه جوج وليدات الحمد لله خدمنا عليهم وقوا من جهه وانا من جهه تعاوننا على الجمال كبرنا الوليدات بنينا دار الله يرحمهم. عدت عشتها مع من عشت رومانسي؟ مع ولادي ومع ابو بلادي. لا هذا هي على الرومانسيه مع المراه مالا مزيانه مالك حبيبه ديالي وعرفتي هاد الورده هادي هديتها لك انتي ما عمرني هديتها لشي انيسه وحده اخرى في حالها شي تيزه في حياتي انتي هي كل شيء السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نخطبك من دارك نجيب لك احسن بوكيت فلور وغادي نجي غنخطبك والسيمانه اللي من بعدها ان شاء الله غنجيب دقيقيه وطباله والغيار وغنفرحوا جميع ان شاء الله.